يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك حجهم وسط تنظيم عال وسلاسة في الإجراءات، وخلال مشعر منى اطمأنت بعثة الحج البحرينية على صحة وسلامة الحجاج البحرينيين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك. الزميل صالح يوسف مفد مركز الأخبار إلى مكة المكرمة والتفاصيل. تصيحات التلبية والتكبير، سعى الحجاج في المشاعر المقدسة مذعنين ومتضرعين، رموا الجمرات واحتفلوا بعيدهم، ولم تنس بعثة الحج البحرينية بين هذا الزحام من التأكد من سلامة وصحة أفرادها في هذا المكان المبارك. أحب أن أطمن أهلنا في البحرين بأن حجاج المملكة ولله الحمد بخير وسلامة طيبة، وذلك بحسب المتابعة والتقارير التي ترد إلي فهم بخير ولله الحمد. فرحة الحجاج تواصلت بكلمات الأنس والسرور بعيد الأضحى المبارك، حروف التهاني وصلت مبتغاها قبل خروجها، فمشاعر حجاج المملكة كانت أبلغ من الكلام. نهني ونرفع إلى مقام السامي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وإلى سمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وإلى سمو ولي العهد سلمان بن حمد الخليفة، ونهنئ الحجاج وحج مبرور وذنب مغفور إلى أهالينا في منى وعرفة. العيد طبعا كان جميل لأن احنا قابلنا الله سبحانه وتعالى، يعني قابلنا وكلمنا ودعينا واستجاب، ونتمنى إن شاء الله استجابة لنا، ففرحة لا تقاوم ولا يمكن أن توصف لها. نتمنى أن الله يعطينا الصحة والعافية ونكرر الزيارة لبيت الحرام. صراحة جو جدا ممتع و مشاعر لا ما تنوصف من أداء المناسك، الحمد لله كل شيء سهالات توفقنا. الله يطول في عمر خادم الحرمين الشريفين، التنظيم والترتيب والخدمات على أعلى مستوى، لدرجة أن أقول لهم كأن يضبطون الشيء على الساعة، سبحان الله، يعني تنظيم جميل جدا. والله حافظ المملكة العربية السعودية، وأشكر كل من شارك وساهم في نجاح موسم الحج سنة 2019. أوصل سلامي حق أهل البحرين، وبخصوص الوالدة صراحة هالعيد مو بحلو من غير الوالدة. أهني القيادة الرشيدة وأهني أهلي في البحرين، والكل من سأل عني ووصلت لهم الدعاء إن شاء الله. قرب الرحيل عن هذا المكان في مسك ختام لما يحمله عيدهم من ألفة ومحبة، وما يسهم به من تمتين أواصر التقارب والتأخي. عقارب الساعة ها هي قد بدأت تدق آزفة على الرحيل، ومن مشعر منى حجاج مملكة البحرين رموا الجمرات وأدوا مناسكهم، وها هم يستعدون لأداء آخر المحطات في هذا المكان المبارك. لتلفزيون البحرين صالح يوسف، مكة المكرمة.